مشاهدينا كالعادة بنبدأ معاكم أخبار وفقرات صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها عقد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاجتماع أمس تابع فيه استراتيجية الدولة لتطوير التعليم. ووجه سيادته باستكمال مراحل تطوير نظام التعليم الأساسي كنهج استراتيجي للدولة لبناء الإنسان، أيضا وجه بالاهتمام بقطاع المعلمين باعتبارهم الشريان الأساسي للعملية التعليمية. كمان امبارح سيادة الرئيس عقد اجتماع تابع فيه جهود تطوير منظومة صناعة الألمونيوم في مصر. وجه سيادته بتعزيز الجهود القائمة لتوفير المناخ الدائم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة وفي مقدمتها صناعة الألمونيوم، وطبعا اللي ليها دور حيوي ومحوري في عملية التنمية اللي بتحصل في كافة القطاعات. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة استراتيجية الدولة لتطوير التعليم، وقد وجه السيد الرئيس باستكمال مراحل تطوير نظام التعليم الأساسي كنهج استراتيجي للدولة لبناء الإنسان، مع زيادة الاهتمام بتحسين آليات التنفيذ للوصول إلى الهدف المنشود من اكتساب المعرفة والمهارات للطلاب لتصبح تلك هي القيم الجديدة للتعلم لدى المجتمع، ولتكون بمثابة ثقافة تتخطى الموروث القديم الذي اختزل العملية التعليمية في الحصول على شهادة. كما وجه السيد الرئيس في ذات السياق بالاهتمام بالحوار المجتمعي ومنصات الاستبيان في مجال تطوير التعليم، مع التركيز على اكتشاف ورعاية الموهوبين والنابغين باعتبارهم ذخيرة الوطن وقاطرته للتقدم. وقد وجه السيد الرئيس كذلك بالاهتمام بقطاع المعلمين باعتبارهم الشريان الأساسي للعملية التعليمية، مع القيام بانتقاء 1000 معلم ومعلمة من المميزين في التدريس لتأهيلهم على أعلى مستوى ليصبحوا في طليعة الجيل المستقبلي لمديري المدارس من شباب المعلمين. كما وجه السيد الرئيس بعدم اقتصار عملية التصحيح الإلكتروني في الثانوية العامة على مقر مركزي واحد على النحو القائم، والتوسع في إنشاء مراكز فرعية على مستوى الجمهورية للتسهيل على المواطنين في المحافظات. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير التعليم استعرض المحاور الرئيسية التي تقوم عليها عملية التعليم في مصر والمشروعات الاستراتيجية الخاصة بالوزارة في هذا الإطار، والتي تشمل نظام التعليم المطور والمعلمين والتعليم الفني وبناء المناهج للمراحل التعليمية المختلفة ومشروع مدارس مصر المتميزة وكذلك مدارس النيل والمدارس اليابانية، إلى جانب مشروعات التحول الرقمي التي تتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات، خاصة ما يتعلق بقواعد البيانات المؤمنة والمنصات الإلكترونية ومنصة الامتحانات المركزية. كما عرض الدكتور رضا حجازي في هذا الصدد برامج الوزارة لتدريب وتأهيل المعلمين وآليات قياس أدائهم، إلى جانب ضوابط انتقاء الكفاءات في التعيينات الجديدة، فضلا عن برنامج أنا المعلم الذي يهدف إلى إبراز قيمة المعلم الاجتماعية ودعم الاهتمام بالمعلمين وتحفيز المتميزين منهم. كما اطلع السيد الرئيس على استراتيجية وزارة التعليم لتطوير قطاع التعليم الفني، وذلك بهدف تحويل المناهج الدراسية به لتصبح قائمة على المهارات التي يكتسبها الخريج حتى يتمكن من تلبية احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى عرض تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية وكذلك جهود تطوير نظام امتحانات أبنائنا بالخارج. الاجتماع شهد أيضا عرض الاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجديد وتركيز وزارة التعليم على دمج التكنولوجيا في منظومة التعليم، فضلا عن اكتشاف الموهوبين في جميع المجالات. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمود كمال وزير قطاع الأعمال العام. الاجتماع تناول استعراض جهود تطوير منظومة صناعة الألمونيوم في مصر، وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز الجهود القائمة لتوفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة وفي مقدمتها صناعة الألمونيوم، وذلك لدورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية مع حوكمة معايير ضوابط التشغيل والإدارة المالية للمنظومة. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على جهود الدولة لتطوير ورفع كفاءة شركة مصر للألمونيوم بالشراكة مع الخبرات الأجنبية
بهدف تعظيم إنتاج وتصنيع وتسويق معدن الألمونيوم وخاماته، فضلاً عن عرض الموقف المالي ومعدلات الإنتاج الحالية والطاقات القصوى للشركة، وكذا احتياجات السوق المحلي في هذا الصدد وكيفية سد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد. كما وجه السيد الرئيس باستمرار الدراسات المتعلقة بتوفير مصادر الطاقة الكهربائية المستهلكة في شركة مصر للألمونيوم، وذلك من خلال الاعتماد على مصادر إضافية للطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية. كمان امبارح كان في أخبار وأحداث كثيرة، أهمها الاجتماع اللي عمل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة النقل الذكي، وكمان متابعة إجراءات تعظيم سياحة اليخوت في مصر وإرسال مساعدات للأشقاء في الصومال تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس. أخبار وأحداث كتيرة حصلت امبارح، أبرزها الاجتماع اللي عمله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة النقل الذكي. وأكد دكتور مدبولي أهمية تطبيق المنظومة على المحاور والطرق السريعة لأنها بتحقق أمن وسلامة حركة المواطنين وبتفتح أفاق اقتصادية جديدة. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماع تابع فيه إجراءات تعظيم سياحة اليخوت في مصر، وأكد أن الحكومة عندها استعداد لتقديم مختلف أوجه الدعم للنهوض بهذه النوعية من السياحة وإتاحة المزيد من التيسيرات وصولاً لتحقيق الأهداف المرجوة من تعظيم الاستفادة من هذا القطاع وبما يسهم في زيادة حركة السياحة الوفدة. امبارح نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير بيوضح اتجاه الجمهورية الجديدة لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر من الغاز الطبيعي في ظل مواجهة دول العالم تحديات نقص الطاقة وترشيد الاستهلاك. علشان كده مصر مهتمة بالتوسع في مشروعات التنقيب وتطوير محطات الإسالة ومضاعفة التصدير والشراكات الاستراتيجية وترشيد الاستهلاك. امبارح القوات المسلحة نظمت زيارة لتوماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية الجديدة، وده في إطار المتابعة الميدانية للنهضة اللي بتشهدها الدولة المصرية في مجال المنشآت الرياضية ذات المواصفات الأولمبية والبارالمبية قادرون باختلاف، وده تقديراً لأهمية الرياضة باعتبارها من أهم أسباب نهضة الشعوب وتقدمها. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك مغادرة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على رأس وفد عسكري رفيع المستوى متوجه لدولة الإمارات في زيارة رسمية بتستغرق عدة أيام، وده في إطار بحث سبل التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين. امبارح برضه المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وفي إطار استمرار الدعم والتضامن المصري في مختلف المحن والأزمات مع الأشقاء داخل القارة الإفريقية، تم إرسال طائرتين نقل عسكريتين محملتين بكمية من المساعدات لجمهورية الصومال الشقيقة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء في دولة الصومال. وبالنسبة لجولة المحافظات معنا النهاردة كمان مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة، منها توجيهات اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية للمحافظين بإنهاء الاستعدادات الخاصة باستقبال موسم الأمطار، أيضا افتتاح عدد من المنشآت الرياضية في بني سويف وتطهير 7 محطات صرف صحي بمركز دسوق في كفر الشيخ، وأخبار تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. أحداث وأخبار كتيرة حصلت امبارح في المحافظات، منها توجيهات اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية للمحافظين بإنهاء الاستعدادات الخاصة باستقبال موسم الأمطار واتخاذ كل التدابير والاحتياجات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين. في بني سويف استقبل المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللي شهد افتتاح عدد من المنشآت الرياضية وبعض الفعاليات والأنشطة الشبابية، وكمان إطلاق إشارة بدء ماراثون للدراجات من أمام الديوان العام، وأيضاً حضور مؤتمر تدشين دعم وتطوير 40 من مراكز الشباب على مستوى المحافظة.
في كفر الشيخ أعلن السيد عبد الستار رئيس مركز مدينة دسوق الانتهاء من تطهير 7 محطات صرف صحي بالمدينة من أصل 13 محطة واستمرار العمل على رفع درجة الاستعداد لموسم الشتاء. في قنا تم افتتاح محطة مياه شرب قرى البطحة وأبو عموري والدرب بمركز نجع حمادي، وده ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بتكلفة مالية حوالي 15 مليون جنيه. في الدقهلية أكد المحافظ الدكتور أيمن مختار إعداد خطة استعدادات مكثفة واتخاذ إجراءات وتدابير شاملة استعداداً لموسم الأمطار. الخطة دي بتتضمن تنفيذ أعمال تمهيد وتسوية الطرق الفرعية بالقرى للتيسير على المواطنين والمركبات، وكمان متابعة أعمال تطهير وتسليك بلعات الأمطار بالشوارع والميادين. في الغربية نظمت جامعة طنطا قافلة طبية شاملة لقرية الثعبانية مركز سمنود، وده بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على 1174 حالة من خلال 12 عيادة. في أسيوط أعلن الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط بدء أعمال تسكين أبناء الجامعة من الطلبة المغتربين، وده استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد، وقال إنه تم اتخاذ كل الإجراءات والاستعدادات اللازمة لتسكين الطلاب. في الأقصر شهد مستشفى الكرنك الدولي التابع لهيئة الرعاية الصحية إطلاق فعاليات مبادرة دواء بدون أضرار، وده بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى. في سوهاج استقبل المحافظ اللواء طارق الفقي ووفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، وده في إطار متابعة تنفيذ فعاليات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اللي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والوقوف على مدى التقدم في تنفيذ الاستراتيجية. في شمال سيناء نفذت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة يوم تجريبي لممارسة الأنشطة التعليمية بمدرسة الشهيد البطل أحمد عبد العزيز الابتدائية بالعريش.